احتجاجات البصرة باتت تشكل رعباً للقوى السياسية والأمنية، خاصة في جنوب العراق وفراته الأوسط، حتى خرج محافظ كربلاء متوعداً بقوة وقسوة لكل من يحاول الاحتجاج خلال مراسيم زيارة العاشر من محرم التي تشهد إقبالاً كبيراً من كافة مدن العراق. أنا كرئيس لجنة أمنية عليا أتحدث بكل وضوح وصراحة، مو فقط ما أسمح، أتعامل بقسوة، مو استخدام مفرط للقوة ولا عنف متزايد ولا ظلم، لكنني لن أتهاون قيد شعرة أمام العبث بأمن كربلاء، سواء على مستوى الإشاعة أو على مستويات أخرى لا سمح الله. العبث بأمن المحافظات مفردة جديدة أضيفت لأسلحة الدرء الناعمة التي يستخدمها السياسيون في البلاد، إذ حولوا هذه المصطلحات التي تحمل أكثر من وجه لسلاح يقمع أي مطالبة بحقوق إنسانية نص عليها الدستور. زيارة الإمام الحسين هي زيارة خالصة للإمام الحسين، ولا نسمح بأي عمل يشوه أو يحدث أي شيء ضمن المواقف الحسينية أو ما بين الزوار. قطعات الأمنية منتشرة في كل مكان، أجهزة الأمنية والاستخباراتية، جهد استخباري كبير جدا موجود ضمن قاطع المحافظة. تصريحات مسؤولي كربلاء تعد ضربة استباقية للكثير من المواكب الحسينية التي لطالما شهدت احتجاجات على السياسات القمعية التي تعاني منها البلاد منذ أمد بعيد، لكن ما فات هؤلاء إن من جاء لإحياء ذكرى استشهاد سبط الرسول يعرف حق المعرفة أن الحسين استشهد طلباً لإصلاح العباد والبلاد. عطيل الجفال، قناة الفلوجة.